فلسطين. الدكتور عبد الله الدردري، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلاد العربية. معالي الوزير، الكلمة لمعالي. أستاذ سيادتك فندم في بدر، نعيش اليوم في عالم لا يخلو من الأزمات والتحديات التي تزداد تعقيداً وتشابكاً ما بين الأزمات الصحية التي اجتاحت العالم بداية من الجوائح ومروراً بالأزمات الاقتصادية التي تلقى بظلالها على معيشة الأفراد واستقرار الدول، وصولاً إلى الصراعات المسلحة التي تؤدي إلى نزوح الملايين. هذه الأزمات المتنوعة بعضها يأتي بشكل مفاجئ مثل الكوارث الطبيعية، والبعض الآخر يتصاعد تدريجياً مثل الأزمات الاقتصادية والسياسية. وبينما تختلف هذه الأزمات في طبيعتها، فإنها تتشابه في أمر واحد، ألا وهو تأثيرها المدمر على التنمية البشرية. وفي مواجهة هذه التحديات نجد أن المجتمعات النامية والهشة هي الأكثر تضرراً، حيث تتراجع مكاسب التنمية وتتسع الفجوات بين الأغنياء والفقراء، وتصبح الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة مهددة، ومع ذلك تظل هناك فرصة لتجاوز هذه الصعاب. فالقدرة على مواجهة الأزمات تكمن في مدى استعدادنا وصمودنا وقدرتنا على تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والإصلاح. وفي هذا النقاش نستعرض معاً كيف تؤثر الأزمات بمختلف أنواعها على التنمية البشرية، وكيف يمكننا العمل على تعزيز أنظمتنا لتكون أكثر قدرة ومرونة على مواجهة هذه الأزمات. فالأزمات لا يجب أن تكون نهاية، بل يجب تحويلها إلى بداية لمرحلة جديدة من البناء والابتكار. أود حاطط سيادتكم بأن المدة الزمنية للجلسة هي 45 دقيقة في جولتين من الأسئلة، وأن الزمن المحدد للإجابة على كل سؤال هي 3 دقائق. علينا جميعاً الالتزام بها، برجاء التفضل بمراقبة شاشة الوقت أمام حضراتكم أثناء بدء المناقشة. أبدأ بالسؤال الأول إلى معالي الوزير دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. كيف يمكن تعزيز وتطويع الدبلوماسية كقوة ناعمة أساسية لتحويل التحديات التي تفرضها الأزمات إلى فرص لتعزيز التنمية البشرية؟ فلتتفضل. شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. بالفعل العالم كله يواجه مجموعة شديدة الخطورة من التحديات. هناك تحديات بالتأكيد مرتبطة بالأمن والسلم، ممثلة في العديد من الحروب والكوارث التي تواجهنا. هناك أيضا مجموعة من التحديات المرتبطة ببنية النظام الدولي والنظام الاقتصادي العالمي وعدم توفير التمويل اللازم للتنمية. بالتأكيد الدبلوماسية لها دور مهم جدا للعمل على تحويل هذه التحديات إلى فرص، أو على الأقل الحد من تأثير والتداعيات السلبية لمثل هذه التحديات. أولا طبعا الدبلوماسية بتكون أداة فعالة للعمل الجماعي. كل هذه الأزمات التي تحدثنا عنها، سواء التي تموج بها منطقتنا هنا في الشرق الأوسط أو في القارة الإفريقية أو في العالم بأسره، كلها بالتأكيد لا تستطيع دولة بمفردها أن تواجهها، ولا بد من أن يكون هناك تشارك من جانب المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات. وبالتالي العمل الدبلوماسي بطبيعة الحال هو عمل فعال للعمل على حشد الجهود الدولية للتشارك الدولي والتضامن الدولي لمواجهة هذه التحديات. وكان لنا يعني نموذج في قمة المستقبل الأخيرة والدور اللي ممكن تلعبه الأداة الدبلوماسية في مواجهة هذه التحديات. هناك أيضا التحديات الخاصة ببنية النظام الدولي، خاصة فيما يتعلق
توفير التمويل للتنمية بشكل ميسر، وأيضا النفاذ إلى التمويل، وأيضا إطفاء الطابع الديمقراطي على مؤسسات التمويل الدولية كالصندوق والبنك الدوليين، والدبلوماسية لها دور فعال في العمل على تصحيح هذا الخلل. بطبيعة الحال هناك أيضا دبلوماسية الأزمات والكوارث التي تتدخل لتخفيف الأعباء عن المدنيين الذين يواجهون موجات من النزوح. عندنا نموذج طبعا في مصر هنا من خلال استضافتها لأكثر من 9 مليون لاجئ، معظمهم هربوا من أوطانهم نتيجة للأوضاع الأمنية السيئة. هناك أيضا الدبلوماسية الخاصة بالتنمية والتي تعمل على التشارك مع المجتمع الدولي في أفضل الممارسات وفي أيضا بناء القدرات. ولدينا هنا في مصر نموذج يحتذى به بطبيعة الحال من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومن خلال كل برامج التمويل التي تقدمها مصر إلى أشقائها في الدول العربية وفي القارة الإفريقية. هناك أيضا الدبلوماسية الرقمية والتي تعمل على الاستفادة من كل الأطر الجديدة، التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، في التشارك مع كل أشقائنا في الدول العربية والدول الإفريقية للاستفادة من الخبرات المتراكمة. الخلاصة أن الدبلوماسية لها دور هام بالفعل للتخفيف من وطأة التحديات التي يواجهها المجتمع العالمي، وأيضا لتحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال الصمود وتعزيز كفاءة المؤسسات. ولنا في مصر نموذج يحتذى به بعد طبعا كوفيد وأزمة الكوفيد والأزمة الأوكرانية، وصولا بأزمة غزة والأوضاع المتردية في منطقة البحر الأحمر. لولا كفاءة المؤسسات المصرية ولولا أيضا الصمود الاقتصاد المصري وقوة وصلابة بنيته الداخلية، كل هذا أدى إلى التعامل مع هذه التحديات وامتصاصها وتحويلها إلى فرص النمو والتنمية المستدامة. أشكرك معالي الوزير. طبعا يعني وإحنا بنعد يا فندم أيضا لموضوع هذه المناقشة، كنا بنفكر في الأحداث التي تدور حول العالم ولسنا ببعيد منها بحكم وجودنا في منطقة تعتبر ملتهبة على مستوى الجيوسياسيا، سواء من الحدود الشرقية أو الغربية أو الجنوبية يعني، وأيضا الحدود العالمية فيما يخص الصراعات والحروب والمشاكل الاقتصادية والسياسية والطائفية. فكان لابد أن احنا يكون معانا النهاردة وزير صحة دولة فلسطين الدكتور ماجد أبو رمضان عشان يحكي لنا بعد مرور عام من الصراع والحروب في غزة وفقدان يعني قتلى أكثر من عشرات الآلاف ومصابين أضعاف هذه الأعداد وتدمير أكثر من 90% من المنشآت الصحية والتعليمية وفقدان للوظائف. وسؤالي لمعالي الوزير الدكتور ماجد أبو رمضان وزير الصحة بدولة فلسطين، وهو سؤال إجابته أعلم أنها صعبة، وهو ما هو تأثير الحرب والعدوان والنزاعات على مستقبل الشعب الفلسطيني الشقيق الذي عانى عبر تاريخ طويل ولا زال يعاني من صراعات وحروب في ظل مجتمع دولي لا يرى في تدخله وقف لهذا النزيف للشعب الفلسطيني؟ فأرجو الدكتور ماجد أن يطلعنا على ماذا يدور داخل دولة فلسطين سواء في الضفة أو في غزة من أثار لهذه الحرب الغادرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لمصرنا، مصر العروبة، مصر الجمهورية الجديدة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق، كل التحية والتقدير من شقيقه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة الفلسطينية، وكل طفل وكهل وشاب فلسطيني من أعماق قلوبنا ومن صميم وجداننا. ليس فقط لكل ما تقدمه مصرنا العزيزة
من دعم وإسناد للشعب الفلسطيني سواء كان في غزة الجريحة أو في الضفة الغربية، ولكن أيضاً للدور المميز والعمل الدؤوب والمستمر لوقف هذا العدوان الغاشم على فلسطين ولرأب الصدع الفلسطيني الفلسطيني. أود أيضاً أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الصحة المصرية، الصحة والسكان، لكل ما بذلته ولكل الإسناد والعون الذي قدمته لنا، وأنها كانت تستجيب لطلباتنا كوزارة الصحة الفلسطينية ربما أحياناً قبل أن نطلبها تحسباً وتفكيراً منها. هذا العدوان الغاشم الذي استمر لأكثر من 7 عقود على فلسطين واحتلالها، ولكن في السنة الأخيرة وما زاد عليها كانت هناك هجمة بربرية طالت الشجر والحجر والبشر ولم تدر أخضراً ولا يابس. هذه الهجمة كانت تهدف بالأساس الإنسان الفلسطيني، الهجمة تهدف أساساً إلى محو كل إمكانية للحياة في قطاع غزة وأيضاً في الضفة الغربية في عدة مناطق. هذا العدوان أدى كما أسلف زميلي ليس فقط إلى تدمير البنية التحتية، ولكن أيضاً إلى تدميم النظم الصحية التي كنا نفخر بها في فلسطين. كنا نفخر بأن لدينا أحد من أفضل نظم التطعيم الصحي بنسبة فعالية تزيد على 99%. كنا نفخر بأننا فلسطين أعلنت خالية من البوليو شلل الأطفال حتى قبل إسرائيل نفسها، ولكن الآن هم أعادونا إلى أكثر من 40 سنة إلى الوراء نتيجة تدمير البنية، انقطاع المياه النقية، الصرف الصحي يغطي أطنان وآلاف وملايين الأطنان من الركام ومخلفات الحرب. كل هذا أدى أيضاً إلى انقطاع التطعيم الصحي لأطفالنا، وأدى إلى أن أحدهم قد أصيب فعلاً بشلل الأطفال نتيجة الفيروس. هذا التدمير الممنهج أيضاً استهدف ليس فقط المنشآت الصحية ولكن أيضاً الأفراد. نحن وجدنا كيف أن الأطباء في مستشفيات الشفاء وفي ناصر وفي الشمال قد اعتقلوا وعذبوا وقتلوا وأسروا ودمروا، وأنهم استشهدوا وهم لا يزالوا يحافظون على صحة مرضاهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الهجمة أيضا ليست فقط في قطاع الصحة ولكن أيضا في قطاع التعليم، في القطاع الاجتماعي، التدمير الممنهج لكل أسس الحياة الكريمة. نحن في فلسطين كنا بشهادة العالم قد استطعنا أن نسير في على الأقل 6 أو 7 أهداف من الأهداف التنمية المستدامة الـ SDGs، ولكن الآن عدنا إلى ما قبل نقطة الصفر. هذا العدوان الغاشم سيحتاج بلا شك إلى قدر كبير وعدة سنوات لإزالة آثاره، ولكن نحن واثقون بأننا بعون الله وبالتضامن من أشقائنا ومن مصرنا الحبيبة على نحو الاختصاص قادرون على أن نعيد بناء غزتنا. شكرا. أشكرك معالي الوزير. تختلف الأزمات من مكان إلى مكان، ويمكن ما نعاني منه في مصر لا تعاني منه دول كثيرة، أعني هذا القضية السكانية أو الزيادة السكانية. سؤالي الآن موجه إلى الصديق العزيز معالي الوزير أدونيس جورجياديس، وزير الصحة بدولة اليونان. واليونان من الدول التي تواجه مشكلة في تناقص عدد السكان وارتفاع معدلات العمر في السكان، وسؤالنا ما هي الإجراءات التي تتبعها اليونان للتنمية والمحافظة على ثروتها البشرية؟ فليتفضل. Your Excellency, President of the Arabic Republic of Egypt, Abdel Fattah al-Sisi, let me express you my admiration for the achievement of your government. My Prime Minister Kyriakou Mitsotakis sent his greetings and his friendship, and I want to go back to Greece and promote the achievements Egypt has done under your leadership, and mostly of all the vision that you promoted for Egypt's future, which is a brilliant future that deserves to the Egyptian people.
Thank you very much for all these achievements. My dear brother, Your Excellency, Dr. Khaled Abdel Ghaffar, Deputy Prime Minister of Egypt for Human Development and Minister of Health and Population, esteemed ministers, distinguished guests. It's very strange to me that I heard the speech my brother had before and the targets you want to reach in the population of Egypt in the years to come. I come from a country that is exactly in the opposite phase. And you know, the aging population and the low fertility rate and birth rate is something that is not only a problem of Greece, but it is a problem of the whole Western countries. In Greece, we are trying to deal with this problem by providing a lot of incentives to young couples that decided to make a children. Mm-hmm. We're trying to help them by giving them loans with the guarantee of the state and lower rates in order to be able to buy their own house and build their own family as fast as possible. We gave them an easier access to places to have their children while the mother and the father are working, because we have a lack of shortages of labor, so all members of the family نقص في العمالة ويجب على كافة الأسر أن تعمل. ونحاول أيضا أن نوفر لهم إعانة نقدية لكل طفل يولد للأسرة من أجل أن نساعد الأسرة على أن تغطي نفقات الطفولة. ولكن لأكون أمينا معكم، كل هذه الإجراءات في مجملها لم تتمكن من عكس المعدلات. كل ما نطمح إليه هو أن نبقى على المعدلات كما هي اليوم. استطعنا أن نفعل ذلك بمساعدة الحوافز، واستطعنا أن نجذب السكان اليونانيين للعودة إلى اليونان، خاصة من تركوها في خضم الأزمة المالية التي عانينا منها، والتي استطاع فخامة الرئيس المصري أن يعبر مصر من خلال مثل هذه الأزمة بسلام. نحاول أن نبقي على عدد السكان وأن نمنح لهم مستقبل أفضل. شكرا جزيلا. أتوجه الآن بالسؤال إلى السيدة دينا كياتا، ممثلة سكرتير عام الأمم المتحدة ونائب رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان. دور الأمم المتحدة وخصوصا صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم الدول بشكل كبير في تحسين الخصائص السكانية في الأمم، وسؤالي ما هي النهجة المبتكرة التي تتبعها الأمم المتحدة لضمان إعطاء الأولوية للأشخاص في الحالات الأكثر ضعفا واحتياجا، وخاصة النساء والشباب في جهود التنمية البشرية، وخاصة في خلال أوقات الأزمات؟ فلتتفضل السيدة دياني. Thank you very much, Your Excellency. أشكرك سعادة الوزير. فخامة الرئيس، اسمح لي أن أحييك وأحيي الشعب المصري وحكومته بالسلام. في الأمم المتحدة نشعر بالانبهار بمستوى التنمية. أهنئكم لترقية وزارة الصحة والسكان إلى كونها وزارة للتنمية البشرية، لأن هذا يعبر عن الكثير والكثير. نعيش في أوقات صعبة. استمعت إلى معالي الوزير من فلسطين، والذي أظهر لنا أننا كبشر لا غناء عنا لإنقاذ الحياة، وما يهم هو وجود البيانات، البيانات المقسمة، لنعرف كيف أن النساء والشباب والفتيات والفتية أين هم وأين أماكنهم وما هي المساعدات التي يحتاجونها. هذه هي وظيفتنا، لأن الأسرة يجب أن تستمر كأسرة، والنساء يجب أن تحظين بالقدرة على إنجاب الأطفال. يجب أن يكون له ما نطلق عليه في الأمم المتحدة هوية قانونية، أن يكون له اسم وأن يسجل وأن يكون جزءا من الإحصاء. مصر دولة مستضيفة لقدر كبير جدا من السكان النازحين، وهم سكان في وضع هشاشة ويحتاجون للكثير. نحن بحاجة لمساحات آمنة وعيادات متنقلة. كل تقنيات نستخدمها مثل التعليم الرقمي، ولكن أكثر ما يهم هو طريقة
دمج المجموعات الهشة من السكان، لأن المساواة هي أمر في غاية الأهمية، وهذا هو ما نراه هنا مع 9 ملايين ساكن ضيف هنا في دولتكم تستضيفونهم. ما أريد أن أقوله هو أن نوع المساعدات التي نقدمها هي مساعدات نقدية ومساعدات بالبطاقات، وهي أمر في غاية الأهمية من أجل أن نتحقق من أن الأسرة والمرأة ستحصل على موارد تكفي إعالة أسرهم. الأمر الهام أيضا بالنسبة لنا هو ما ذكره الوزير العزيز، هو الخيارات وليست الفرص. يجب ألا نترك للفرص، حياة الناس لا تترك للفرص. لذا أشكر سيادة نائب رئيس وزراء مصر وحكومة مصر على ترحيبكم بنا هنا في مصر، وترحيبكم بكل من يحتاجون لكم ويحتاجون إلى المساعدة، ومحاولتكم لأن توفروا لهم حياة كريمة. شكرا جزيلا. مع صديقي السيد الدكتور صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة بجمهورية العراق، أدعوه إلى المؤتمر وإلى الجلسة الحوارية، وكان مرتبط بارتباطات كثيرة في أمور أخرى، ولكن عندما علم بالدعوة يعني لم يتأخر وفضل أن يلغي كثيرا من ارتباطاته حتى يكون موجودا معنا اليوم. وزير الصحة بجمهورية العراق الدكتور صالح مهدي الحسناوي. والعراق من الدول العريقة والشقيقة لجمهورية مصر العربية، والتي عانت عبر سنوات طويلة وعقود طويلة من صراعات وعدم الاستقرار. سؤالي، كيف عملت دولة العراق ونعمل سويا في كثير من المجالات وأنت تعلم على إعادة بناء بنيتها التحتية كمحرك رئيسي لعودة العراق إلى عهدها وللاهتمامها بملف التنمية البشرية؟ فليتفضل أخي دكتور صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم، سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى عليكم ما تعرض له العراق خلال 50 سنة الماضية، ابتداء من الحرب العراقية الإيرانية ل8 سنوات، ثم حرب الخليج، ثم الحصار الاقتصادي الجائر، وبعدها الاحتلال الأمريكي، ثم الحركات المتطرفة والحركات الإرهابية، ثم احتلال داعش ل3 محافظات من العراق، لحين تحرير العراق قبل 10 سنوات، والشروع ببناء بلد ديمقراطي فيدرالي. الملف الأول اللي كان أمامنا هو ملف النازحين. حركات الإرهابية والمتطرفة واحتلال داعش أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أبناء شعبنا. عملنا كحكومات متعاقبة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية من خلال هذه المخيمات، وبالتدريج إعادتهم إلى مناطقهم وإدماجهم في المجتمع. والحمد لله والشكر كان 1/7/2024 هو تاريخ إغلاق آخر مخيم للنازحين في العراق. وعملنا كذلك من خلال التنمية البشرية سوية ويدا بيد مع مشاريع البنية التحتية. شهد العراق تطور كبير في البنية التحتية من خلال الخدمات البلدية المتعلقة بمشاريع المياه والصرف الصحي، خدمات الطرق، الإعمار المتعدد، المستشفيات، المدارس، المراكز الصحية، الجامعات. وبإحصائية بسيطة، في عام 2003 كان لدينا 17 جامعة حكومية، الآن 41 جامعة حكومية، ولدينا 10 جامعات أهلية، الآن لدينا 71 جامعة أهلية. كذلك الاستثمار في الشباب من خلال مراكز الشباب المنتشرة في مختلف محافظات العراق والملاعب الدولية الحديثة. مع البنية التحتية كان هناك عمل مستمرا على استراتيجيات متعددة سكانية متعددة. ابتدأنا بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وبقطاعات مختلفة. القطاع الصحي شمل كافة الخدمات الصحية التي تقدم في المؤسسات الصحية، سواء كانت الثانوية أو الثالثية أو الرعاية الصحية الأولية. وأعطي مثل عليها برنامج اللقاحات، تم توسيع برنامج اللقاحات بشكل أفقي، زيادة اللقاحات إضافة إلى زيادة التغطية الصحية الشاملة، وتطبيق قانون التعليم الإلزامي ومكافحة التسرب في المدارس الابتدائية والمتوسطة
والإعدادية. وفي مجال الشباب كذلك تم تشكيل المجلس الأعلى للشباب، وأهم تحدي كان أمامنا كبلد 60% من سكانه هو من فئة الشباب، أهم تحدي كان أمامنا البطالة. استحدثنا برنامج القروض الصغير، القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة لإعطاء فرصة للشباب لتنمية مشاريعهم في القطاع الخاص، وكذلك برنامج الابتعاث لخريجي الكليات، عشرات الآلاف تم ابتعاثهم إلى خارج العراق لغرض تطوير مهاراتهم والحصول على شهادات عليا، إضافة إلى تمكين المرأة. والدستور العراقي ضمن المرأة مشاركة في مجلس النواب العراقي بنسبة 25%، لكن الآن المجلس الحالي فيه 31% من النساء، وهذا يدل على المشاركة الحقيقية للنساء في التنمية المجتمعية. وكذلك توسعنا إلى كبار السن وتعزيز القطاع الخاص. الثلاث دقائق انتهت، لدي الكثير وشكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير. أتوجه الآن لسؤالي للدكتور عبدالله الدرديري، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلاد العربية. في المنطقة العربية أثرت الأزمات بشكل كبير على التنمية، ما هو الدور الذي تلعبه المرونة الاقتصادية في دعم التنمية البشرية خلال فترة الأزمات من خلال رئاستك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بالدول العربية؟ دكتور عبدالله تفضل. فخامة الرئيس، السيدات والسادة، سكان المنطقة العربية يشكلون 5% من سكان العالم، وفي منطقتنا ومن منطقتنا 10% من لاجئي العالم، وفي منطقتنا 30% من إجمالي النزاعات في العالم. إذن هناك هشاشة في المنطقة، وهناك جذور في المنطقة للنزاعات. رقم آخر لو سمحتم، أن وضع المنطقة العربية في مؤشر مثلا حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو أفضل من وضعها في ترتيبها في مؤشر التنمية البشرية. هذا يعني أن مؤشر التنمية البشرية في المنطقة لم يلحق بعد بالإنجازات التي تحققها في الواقع الاقتصادي في المنطقة. وهذا أيضا يفسر الهشاشة للنزاعات التي نشهدها في منطقتنا. وبالتالي معالجة موضوع النزاعات طبعا هو عملية سياسية ودبلوماسية، ولكنه أيضا يتطلب معالجة هذه الهشاشة من خلال تأمين وضمان بأن التنمية البشرية بمؤشرها المتكامل من صحة وتعليم ونمو اقتصادي تسير في مسارات متوازية ومتماشية مع بعضها، من خلال تمكين الصحي والتعليمي والاقتصادي لكل فئات المجتمع، وعدم إخراج أي فئة من فئات المجتمع من هذا التمكين، ومن خلال بنية تحتية قوية. والحمد لله نحن في مصر، والحمد لله مصر حققت إنجازا كبيرا في مجال البنية التحتية، فهي الآن تعد في المرتبة 22 عالميا في كفاءة البنية التحتية، وهذا الذي يسمح لها بأن يكون عندها صمود أعلى بالنسبة للنزاعات التي تشهدها المنطقة، وقدرتها على أن تكون قاطرة لاحقا في إخراج المنطقة من نزاعاتها دبلوماسيا، ولكن أيضا اقتصاديا ومن ناحية التنمية البشرية. جهودنا تنصب في البرنامج الإنمائي على دعم دولنا من أجل أن تلحق التنمية البشرية كمؤشر مع التنمية الاقتصادية، وأن تسيران في مسار واحد، وضمان أن النمو الاقتصادي يتماشى مع الحماية الاجتماعية، وأن النمو في البنى التحتية يتماشى مع نفاذ المواطنين للخدمات وللموارد المالية والتي تسمح لهم بالانطلاق في مستقبلهم، والاستقرار والشعور بالأمن لهم ولأولادهم في المستقبل. شكرا جزيلا. أشكرك. أعود إلى معالي الوزير بدر عبد العاطي. يعني ذكرت في حديثك استضافة مصر لعدد كبير من الضيوف كما يترأى دائما من سيادة الرئيس لتسمية أن يعيشوا بيننا ليس في مخيمات، ولكن هم بأعداد كبيرة قد تصل إلى طبقا للإحصائيات المنظمات الدولية إلى 9 مليون وأكثر، ولكن نشهد أيضا في ضوء الاضطرابات
استمرار عملية النزوح الجماعي لكثير من الدول، سواء نزوح داخلي داخل الدولة أو نزوح خارج حدود الدولة. وفي ظل هذا الارتفاع العالمي في النزوح، وبحكم يعني تخصصك ومسؤوليتك في شؤون المصريين بالخارج وأيضا شؤون الهجرة، كيف يمكن صياغة سياسة الهجرة لدعم التنمية البشرية في كل من البلدان المضيفة والبلدان الأصلية؟ تفضل. بالفعل قضية الهجرة قضية شديدة الأهمية. الهجرة ظاهرة قديمة قدم المجتمعات البشرية، وبالتأكيد هناك جوانب شديدة الإيجابية لظاهرة الهجرة، ممثلة إذا كانت بالفعل هجرة نظامية هجرة شرعية، فهي تفيد الدول التي تصدر هذه الهجرة الشرعية وأيضا الدول المستضيفة لها. يعني إذا نظرنا إلى الدول الغربية، الدول الأوروبية هي بها مجتمعات شائخة طاعنة في السن، وفي منطقتنا العربية والإفريقية هناك مجتمعات شابة، وبالتالي نستطيع أن احنا نساعد هذه الدول في سد الفجوة التي لديها فيما يتعلق بالعنصر البشري الهام، وهو العنصر الأساسي في عملية التنمية، من خلال بناء القدرات، من خلال توفير التدريب المهني، التعليم الفني. فبالتالي هذا شق شديد الإيجابية لقضية الهجرة، إذا كانت هجرة نظامية شرعية موسمية. ولدينا في مصر نماذج شديدة الإيجابية، شراكات مع بعض الدول مثل ألمانيا، مثل إيطاليا، مثل مؤخرا اليونان، وأيضا قبرص، يتم توفير العمالة المدربة ويتم إفادها إلى هذه الدول لفترات محددة، ثم يعودوا ويحل محلهم غيرهم، ويتم تدريب أعداد كبيرة لاستقبال السوق المحلي في مصر وأيضا السوق الخارجي. لكن هناك أيضا بعدين آخرين لقضية الهجرة، هو قضية النزوح بالتأكيد نتيجة للصراعات والأزمات الداخلية، وهناك أيضا قضية الهجرة غير الشرعية. قضية الهجرة غير الشرعية بالتأكيد مشكلة كبيرة، ولكن يتعين أن احنا ننظر إليها ليس فقط من منظور أنها تهديد أمني فقط، ولكن لابد من أن تكون هناك أو يكون هناك منظورا شاملا للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية. لابد من التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وزيادة الوعي بالتأكيد، ودي مسؤولية مشتركة ما بين الدول المستقبلة للهجرة غير الشرعية والدول التي تخرج منها أيضا الهجرة غير الشرعية. ولدينا في مصر نموذج يحتذى به، منذ سبتمبر 2016 لم تخرج من السواحل المصرية أي مركب تحمل هجرة غير شرعية، وده إنجاز يحسب للدولة المصرية. هناك أيضا قضية النزوح، وهي قضية شديدة الخطورة نتيجة للأزمات المتفاقمة، وأيضا مصر تتحمل أعباء كبيرة مثلما تتحمل أيضا مجموعة من دول الجوار للمناطق الأزمات. وبالتأكيد لابد من تعاضد المجتمع الدولي، لابد من دعم الدول المجاورة لمناطق النزاعات، وإلا فإن الدول المستقبلة لهذه الموجات الهائلة من النازحين لن تستطيع أن توفر الدعم لهذه الموجات الكبيرة من البشر الذين نزحوا لعدم توفر الأمن والاستقرار في بلدانهم. مصر بتقدم أيضا نموذج يحتذى به للعالم، مصر الدولة الوحيدة التي ليس بها معسكر واحد للاجئين، الضيوف يندمجون في المجتمع المصري ولهم طبعا القدرة على الوصول إلى الخدمات المجانية مثل خدمة التعليم، مثل خدمة الصحة، يتم معاملتهم معاملة المصريين. أيضا لديهم القدرة على النفاذ إلى السلع المدعومة خاصة الخبز، وما فيش يمكن دولة في العالم بتعامل ضيوفها من النازحين أو المهاجرين مثلما تعامل به مصر ضيوفها. لكن مرة أخرى لابد من تعاضد المجتمع الدولي بدون توجيه موارد كافية
لن تستطيع هذه الدول ومن بينها مصر أن تتحمل هذه المسؤوليات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها دول العالم الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا والآن الأزمات المحتدمة. ونذكر على سبيل المثال التوتر الحالي في منطقة البحر الأحمر يكلف الخزانة المصرية شهريا أكثر من 600 مليون دولار، فبالتالي لابد من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته حتى لا يأتي ويشتكي من تدفق المراكب التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين. فلابد من دعم الدول المستقبلة للنازحين حاليا حتى يتم توفير الأمن والأمان والمعيشة الكريمة لهم وتجنبهم ويلات المخاطرة بأرواحهم من خلال القيام بالهجرة غير الشرعية. شكرك. لازلنا نتكلم أيها السادات والسادة فيما يخص التنمية البشرية وفي ظل الأزمات، وكان دائما سيادة الرئيس ما يتطرق إلى أهمية الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي لتنمية الإنسان في الأمم. سؤالي يعود أيضا إلى وزير الصحة بدولة فلسطين. كمواطن فلسطيني تخرج من جامعة مصرية وهي جامعة عين شمس على ما أتذكر من كلية الطب، ماذا ترى في اليوم الآخر؟ نتمنى أن يكون غدا هو يعني تعود الأمور إلى ما كانت عليه وأفضل، فكيف ترى فلسطين من خلال وزارة الصحة اليوم الآخر والاستعداد لإعادة الإعمار وإعادة التنمية البشرية بعد هذا العام من الدمار؟ شكرا للسؤال. في الواقع الأول الأمر والأهم هو وقف هذه الهجمة العدوانية، وقف الحرب. لن نستطيع بناء أي شيء في تحت ضرب النار. هناك العديد من الأولويات ليس أقلها البنية التحتية واستعادة المؤشرات الصحية والاجتماعية والثقافية، ولكن يجب التركيز على بناء رأس المال البشري لدينا. نحن لدينا إرادة وتصميم، ولكن في هذا الأمر نحن نحتاج إلى كل المساعدة الممكنة من الأشقاء والشركاء في مختلف المكان. نحتاج إلى دعم دولي حقيقي، نحتاج إلى تضامن حقيقي لتنمية الاقتصاد الوطني أيضا. في هذا الأمر نحن نعول كثيرا على شقيقتنا الكبرى مصر. مصر هي العمق الاستراتيجي لفلسطين. معظم خريجي الجامعات لدينا هم خريجي الجامعات المصرية، وأنا فعلا من جامعة عين شمس كلية الطب. هناك تجربة عميقة وثرية خلال السنوات الماضية كانت لإعادة البناء وإعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة في محافظتي غزة وشمال غزة، وللأسف الشديد تم تدمير ذلك كله خلال الهجمة الاستعمارية. ولكن ما أريد أن أقوله أننا نحن كشعب فلسطيني لدينا إرادة قوية، ونحن قادرون بإذن الله، وسلطتنا الوطنية الفلسطينية قادرة بأن تقوم بإعادة البناء في وإعادة بناء كل ما دمره الاحتلال، وربما في فترة أقصر مما يتوقع البعض الكثيرون. ولكن نحن نحتاج فعلا إلى مؤازرة كل الشعوب العربية والشعوب المحبة للسلام والمنظمات الأممية والدولية. نحن في غزة، وأنا كنت رئيس البلدية، شعار البلدية غزة هي العنقاء، الطائر الذي ينهض من الرماد. غزة ستنهض من رمادها كما نهضت من رمادها عدة مرات على مر العصور، وسوف نبني غزة مرة أخرى. هذا وعدنا لشعبنا، وعدنا للعالم بأسره، وأيضا سنعمل. We will build better back. شكرا. شكرك. الأزمات تختلف والصراعات تختلف ما بين إرهابية وعرقية وصحية واقتصادية. مرت اليونان بأزمة اقتصادية كبيرة في 2010، وبعد تخطي تلك الأزمة، سؤالي ماذا كان تأثير الأزمة على التنمية البشرية بركائزها المختلفة، خاصة فيما يخص القطاع الصحي؟ وسؤالي إلى معالي الوزير أدونيس جورجيادس وزير الصحة بدولة اليونان. شكرا. أريد أن أقول أن اليونان واحدة من الدول التي قدمت الدعم للشعب الفلسطيني،
ومنحنا لهم الفرصة للدخول إلى مشافينا، ونحن مستعدون لاستضافة المزيد من المرضى في هذه الأزمة. وأريد أن أقول أيضا أن الرهائن الذين تم أخذهم كرهائن منذ 7 أكتوبر يجب أن يعودوا، وهذا هو أساس بناء السلام في المنطقة. أي محب للسلام يجب دائما أن يوافق على هذا. أعود إلى سؤالك معالي الوزير. اليونان استطاعت أن تخرج من أزمة عنيفة، ومن أجل أن نخرج من هذه الأزمة استعنا بمنظمة الصحة العالمية وقمنا بصياغة قانون لإتاحة شاملة للنظام الصحي، وعززنا الصناعات الدوائية وبدأنا بإنتاج الأدوية التجارية، لأن اليونان ساعدت وتنتج الآن 12% من إجمالي ناتج الأدوية في أوروبا. ونحن نتقدم في هذا الأمر، والتزمنا برؤية السيد الرئيس، كما استطاع الشعب المصري أن يحصل على دواء في أي مكان في الدولة، وهو أمر رائع هنا في مصر. هذه هي رؤية القائد الحقيقي الذي يفهم الاحتياجات الفعلية لشعبه. لدينا الكثير من السبل التي نستطيع أن نتعاون من خلالها. حققنا الكثير من النجاحات، ولدينا خبرة خرجنا بها من الأزمة المالية ساعدتنا على أن نساعد في إدارة الموازنة، وأنشأنا البروتوكولات، ورقمنا النظام الصحي بشكل جذري. كافة الوصفات الطبية الآن تتم من خلال منظومة رقمية، ولدينا سجل خاص بكل مواطن يوناني بدءا من ميلاده حتى وفاته بكل ما يتعلق بصحته وحياته. نستفيد من وجود هذه البيانات لتحسين خدمات الرعاية الصحية قدر الإمكان، وهذا هو المجال الذي نستطيع أن نتعاون فيه مع مصر. وأنا أتابع ما الذي تفعله مصر، وأريد أن أقول أن الرؤية التي رأيتها في الفيديو هي رؤية رائعة بالنسبة لي، لأن فخامتك يجب أن تعلم أننا في اليونان نحب مصر. مصر صديق تاريخي لنا، وخبرتنا من الأزمة المالية في هذه المجالات أعتقد أنها ستفيد مصر كثيرا. لقد استطعنا أن نتعلم بطرق ذكية كيف ندير الأموال، وكيف نكون أكثر كفاءة، وأن نقدم خدمات صحية أفضل لشعبنا، وهذا هو ما يهم. وبالطبع أريد أن أثني على مذكرة التفاهم التي وقعت في العام الماضي مع المركز الصحي في أثينا، وأريد أن أعززها. باقي على زمن الجلسة أقل من 10 دقائق، فأرجو الالتزام بالوقت المحدد لإنهاء الجلسة. من خلال الأمم المتحدة، كيف يمكن للدول التي تحول النمو السكاني إلى قوة اقتصادية؟ نرى كثير من الدول يعني يوجد بها أعداد كبيرة، ولكن تمكنت من السيطرة على الزيادة السكانية والعمل على يعني تحسين الخصائص السكانية، ثم بدأت في جني ثمار التغير الديموغرافي. فكيف للأمم المتحدة أن تدعم الاستفادة من الديناميكيات والخصائص الديموغرافية وتحول النمو السكاني من عبء إلى قوة للتنمية؟ تتفضلي. شكرا معالي الوزير. سأحاول أن أكون موجزة. الرؤية سيدي، تستطيع البلدان أن تحدث هذا التحول بأن تكون لديها الرؤية، وأعتقد أن فخامة الرئيس هنا لديه الرؤية. ثانيا العمل، ثالثا الحوكمة الرشيدة. هذه المكونات الثلاثة التي تساعدنا على بناء بنية تحتية اجتماعية، مدارس، مراكز خدمات صحية، حتى آخر خطوة في كل قرية وفي كل منطقة. وما هو قائم في مصر هو العمل على التحسين. مصر دولة من دول قلائل تقدم تعليم عالي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وهي أمر رائع للقارة وللشرق الأوسط بأكمله. نقطة أخرى في غاية الأهمية هي النهج الثقافي. الكثير من علماء الدين حازوا تعليمهم هنا في مصر. وأود أن أقول شيء آخر حيال هذا الأمر. سيدي الرئيس،
30 years I wanted to come to this country. أردت أن آتي إلى هذه الدولة منذ 30 عاما كموظفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائية وتوسلت إلى رئيسي ورفض. أنا سعيدة لوجودي هنا بعد مرور 30 عاما لأن بعد هذه الفترة شهدنا القاسم الديموغرافي ومصر تجني الثمار. هذه هي مصر، هذه هي الحوكمة الرشيدة وهي أمر أساسي بالنسبة لي. عندما كنت أنت رئيسا للاتحاد الأفريقي لقد مررت في كافة أرجاء القارة الأفريقية وتحققت من أن كل ما تقدمه مصر للقارة الأفريقية هو أحدث النسخ من التكنولوجيا. في دولتي كنت أعمل في التعاون الدولي وقدمتم لنا مدارس طبية في جامعة جمال عبد الناصر على أعلى مستوى. سيدي الوزير، هذا هو ما نفعله، البيانات الديموغرافية، وهذا هو كل ما نحتاجه، هذا هو العائد. إذا ما كان هناك حوكمة سنحقق أي شيء نطمح إليه. مع وزير صاحب جمهورية العراق الدكتور صالح مهدي الحسناوي ونعمل سويا في التعاون في مجال الأنظمة الصحية، والتقينا في أكثر من مجال، وبالفعل سواء في مجال الأدوية أو في مجال تأهيل الكوادر الصحية أو اكتساب وتبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقين. كيف ترى الخطوات التي يتبعها العراق لضمان منظومة الرعاية الصحية ومرونة المنظومة في ظل الاضطرابات الجارية والمستقبلية التي يمكن أن يمر بها العالم؟ شكرا جزيلا دكتور. حقيقة مرونة الأنظمة الصحية أصبحت ضرورة لابد منها، خاصة بعد تعرض العالم إلى أزمة كوفيد وفشل معظم الأنظمة الصحية بالتصدي لها. نحن في العراق نعمل على عدة محاور، وباختصار نعتمد الرعاية الصحية الأولية كمحور أساس وكقاعدة أساسية للرعاية الصحية الأولية، ماضين بإنشاء المراكز الصحية وصولا إلى هدف خلال 3 سنوات قادمة إلى مركز صحي لكل 15,000 مواطن، وأيضا التركيز على طب الأسرة والمراكز الصحية الخاصة بطب الأسرة، إضافة إلى إنشاء وتحديث المؤسسات الصحية. في العراق آخر مستشفى كان 1986، لدينا 45 مستشفى تحت الإنشاء في القطاع العام، افتتحنا منها عشرات المستشفيات والباقي تحت الإنشاء. ننتقل بإنشاء المستشفيات من مراكز المحافظات، من العاصمة مراكز المحافظات، الآن ابتدأنا بمشروع جديد لإنشاء مستشفيات في الأقضية، لدينا مشروع إن شاء الله خلال الشهرين القادمة يكتمل بحالة المستشفيات إلى شركات، ومن ضمنها 3 شركات مصرية في إنشاء مستشفيات في الأقضية بسعة 128 سرير. أيضا اعتمدنا تطوير وتدريب الملاكات بالشراكات مع منظمات عالمية وأيضا مع مراكز تدريبية عالمية. توطين الصناعة الدوائية أحد الدروس المهمة المستخلصة من أزمة كوفيد نعمل عليها، لدينا مشاريع كثيرة وبعضها بالتعاون مع بعض المصانع المصرية، وشرعنا بقانون الضمان الصحي لضمان تغطية صحية شاملة لأبناء شعبنا العراقي. هذا باختصار وما يسمح به الوقت، وشكرا جزيلا. أشكرك. وأخيرا وليس آخرا، الدكتور عبدالله الدرديري مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، في عملك في البرنامج الإنمائي كيف ترى العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في الدول العربية تحديدا، وذلك من خلال أوقات الأزمات أو الاضطرابات السياسية، وكيف يمكن معالجة هذه العلاقة ومحاولة الاستفادة ما بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية؟ تفضل. أولا فلنتفق على أنه لا تناقض ما بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، لأن هناك كان فكرة بأن هناك مفاضلة ما بين النمو والتنمية الاقتصادية وما بين التنمية البشرية طويلة المدى. هذان أمران مكملان لبعضهما. فلنأخذ الولايات المتحدة على سبيل المثال، لو لم تعتمد الولايات المتحدة منذ عام 1960 حتى الآن نظاماً للحماية الاجتماعية كما نراه اليوم، لكانت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا أقل ب30% مما هي عليه اليوم. إذن العلاقة، الاستثمار في الحماية الاجتماعية أمر ضروري وأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعادل والذي يشمل الجميع. في أثناء النزاعات
عادة ما للأسف يحصل هناك خطأ في أننا يجب أن نبدأ بالمعونة الإنسانية، وعندما تستقر الأوضاع نبدأ بالتنمية ولاحقا نبدأ بالتنمية البشرية. فلنأخذ فلسطين على سبيل المثال. فلسطين تحتاج إلى 280 مليون دولار سنويا من المعونة الإنسانية، وهذا الرقم لم يتأمن حتى الآن. لكن حتى لو تأمن 280 مليون دولار معونة إنسانية في فلسطين لمدة 10 سنوات القادمة، فإن لا مجال للتعافي الاقتصادي مع معونة إنسانية فقط. فلسطين تحتاج إلى 290 مليون دولار سنويا استثمار تنموي إلى جانب المعونة الإنسانية خلال السنوات 10 القادمة كي يعود حجم الناتج الفلسطيني إلى عام 2022. وبالتالي ويجب أن يكون هذا الاستثمار التنموي مرتبطاً بالتنمية البشرية، ولا أن نعود إلى فكرة أن الناتج الاقتصادي يتحقق ولكن التنمية البشرية ومؤشر التنمية البشرية يبقى أضعف منه. هذا الربط يجب أن يكون واضحاً منذ اللحظة الأولى لاندلاع النزاع، لأنه نجد أنه في هذا النمو الاقتصادي أو غيابه سابقاً أو غياب التنمية البشرية السابقة هي جذور النزاع نفسه. وبالتالي البرنامج الإنمائي يعمل مع الدول العربية في فلسطين، في كل الدول العربية المتأثرة بالنزاعات. الآن لبنان حتى الآن خسر 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر فقط من النزاع الحالي، وبالتالي نعمل معهم من أجل تعزيز الدعم الإنساني، ولكن أيضاً تعزيز الدعم التنموي الآن للتعافي المبكر وربطه بالتنمية البشرية من أجل التعافي طويل المدى. أشكرك، وفي نهاية هذه الجلسة الحوارية أشكر السادة المشاركين وأشكر السادة الحضور وأشكر فخامة الرئيس على تشريفه لنا، وأشكركم على الالتزام بالتوقيت كما كان محدد له.